للصورة والمشهد أكتر مع المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأستاذ محمد مراد. تحياتي ليك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد مراد. كابتن سامعني؟ كل سنة حضرتك طيب، أخبار حضرتك إيه؟ كله زي الفل. قول لنا اللي حصل النهارده ويعني واختيار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، قول لنا الكواليس النهارده. يعني هو كان اتحاد الكره زي ما انت حضرتك كنت بتقول كده كابتن، ان كان في بعض السيناريوهات المطروحه طبعا في مجلس الاداره. لا ارفع لنا صوتك شويه لو سمحت يا استاذ محمد. بقول لحضرتك يعني كان في بعض السيناريوهات المطروحه في داخل مجلس اداره اتحاد الكره الفتره اللي فاتت. تمام. يعني بعد رحيل مستر روي فيتوريا عن المنتخب وقرر توجيه الشكر ليه، كان في بعض السيناريوهات ان هو يعني استعانه بمدارس اجنبيه ولا استعانه بمدرب وطني مصري، لكن كان ساعتها الاقرب طبعا كان مدير فني اجنبي، لكن طبعا في ظل المغالاه والاسعار الكبيره كابتن للمدربين المديرين الفنيين بره، وطبعا فالمجلس يعني راى ان الافضل في الفتره الحاليه مدرب وطني مصري، فكان بعض هناك بعض الاسماء المطروحه طبعا الكابتن حسام حسن والكابتن علي ماهر، وفي بعض الاسماء طرحت بعديها كابتن شوقي غريب كابتن يعني وبعض الاسماء، لكن تم الاستقرار في النهايه وموافقه يعني اغلبيه اعضاء المجلس خلاص على الكابتن حسام حسن. كابتن حسام طبعا يعني ما فيش يعني خلاف عليه، اسمه لعيب كبير جدا وكان مطلب جماهيري وكان المفروض يعني ياخد الفرصه من سنوات عديده، يعني من ايام انا افتكر كابتن اسامه من ايام مستر كوبر في ومجلس اداره اتحاد الكوره وقتها كان في قرار وقتها ان يعني او كان في سيناريو وقتها ان الكابتن حسام يبقى موجود، لكن حصل ساعتها يعني جدال فتم الاستقرار على استمرار مستر هيكتور كوبر. خلاص النهارده احنا يعني خلاص قرار مجلس اداره اتحاد الكوره خلاص تعيين الكابتن حسام حسن مدير فني ومعاه الكابتن ابراهيم حسن مدير للمنتخب، اختيار يعني شايف ان هو اختيار موفق، في يعني في اقبال كبير جدا من الجماهير المصريه على الكابتن حسام واسم الكابتن حسام. ان شاء الله زي ما انت قلت يا كابتن يعني كلمه متفق معاك فيها جدا، ان احنا لازم خلاص ندعم ونساند في الاول وفي الاخر، ده منتخب مصر وده جهاز فني لمنتخب مصر والاثنين اسماء كبيره طبعا، وخلال ساعات يعني ان شاء الله هيبقى في الاستقرار على باقي افراد الجهاز المعاون للكابتن حسام والكابتن ابراهيم. لسه ما تمش الاعلان عن الجهاز المعاون ولا بصدد ممكن النهارده او بكره؟ لا يعني هو لسه كابتن يعني ممكن بكره او بعده، يعني في لسه كابتن حسام والكابتن ابراهيم يعني بي 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 يعني طبعا مجلس اتحاد الكوره ساب لهم الحريه الكامله في اختيار باقي اعضاء الجهاز المعاون. بس سمعنا يعني من ضمن الاخبار المنتشره كابتن طارق سليمان انه هيكون يعني مدرب عام، كابتن سفان الصغير مدرب حراس مرمى، يعني الاسامي دي كلها مطروحه لغايه دلوقتي لكن لسه ما فيش قرار. كابتن احمد الكاس برضو من ضمن الاسماء المطروحه. يعني من الاسامي اللي طلبها الكابتن حسام حسن، لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه 100% من قبل مجلس اداره اتحاد الكره ومن قبل الكابتن حسام او ابراهيم حسن، لكن ايا كان يا كابتن اسامه يعني انت قلت حاجه كويسه جدا، اللي هو ايا كان مين اللي موجود ده في الاول احنا دورنا ان احنا ندعم ونساند، وان شاء الله يعني منتخب مصر او الكره في مصر يا كابتن اسامه يعني تستحق الافضل وتستحق مكانه اعلى اكيد. فان شاء الله باذن الله يعني الناس احنا معظم نجاحاتنا مع المدربين المصريين، فان شاء الله الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يكونوا اضافه واستمرار للكابتن محمود الجهري والكابتن حسن شحاته والناس اللي كانت موجوده قبل كده، يعني الحقيقه والله يعني اللي عملوا يعني مجهودات كبيره، لكن ما فيش التوفيق طبعا انت حضرتك لعيب كبير يا كابتن اسامه، بعرف ان التوفيق ده مهم في عالم كره القدم، فما كانش فيه يعني ما كانش فيه حظ، فان شاء الله كابتن حسام يعني داخل على مهمه صعبه الفتره اللي جايه ويبقى ان شاء الله قدها وجود عندنا يعني معسكر ان شاء الله. وده اللي انا افتتحت بيه النهارده يعني في حلقتنا النهارده، ايا كان اسم المدير الفني لو وطني او اجنبي كلنا خلف منتخب مصر عشان الفتره اللي جايه. النهارده شوف منتخب الاردن والفرحه الكبيره، ناس سعيده بوصول المنتخب زي منتخب الاردن، نتمنى الكره المصريه ومنتخب مصر برضه نشوفه في النهايات ونشوفه على منصات التتويج ايضا مره اخرى يا استاذ محمد. يعني طبعا بنبارك للاردن طبعا يا كابتن وحاجه تفرح كره القدم طبعا، يعني طبعا يعني مصدر السعاده للمصريين هنا بمستوى على مستوى الانديه تحديدا على النادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني انت حضرتك كابتن كنت معاصر وموجود في مع كذا مره مع منتخبات مصر
بتشوف قد ايه الفرحه لما بنحقق بطوله، والجماهير بتلتف حوالين المنتخب ازاي. تمام. فان شاء الله نتمنى الفتره الجايه نرجع والجماهير ترجع، وان شاء الله يعني ساندو يقدر منتخب مصر والجهاز الفني. الحاجه الثانيه، من يومين او ثلاثه تم الاعلان، وده كان من ضمن قرارات الاتحاد المصري لكره القدم في مجلس ادارته، ان بالاجماع ان الكابتن محمد يوسف مدرب عام. هل تم التراجع عن الكابتن محمد يوسف ولا لا؟ الامر الثاني، هل تم توقيع عقد مع كابتن محمد يوسف ولا لا؟ لا، هو لسه يعني كان توقيع عقد، لا لسه كابتن ما كانش تم توقيع العقد، القرار ده كان لسه من ساعات. كان يعني تم الاستقرار على الكابتن محمد يوسف على اساس ان هيبقى في مدرب اجنبي هيجي يتولى المهمه، الكابتن محمد يوسف موجود معاهم. لكن دلوقتي المعلومه اللي عندي ان الكابتن محمد يوسف يعني خلاص اعتذر عن التواجد في الجهاز الفني للمنتخب الاول. وزي ما قلت لحضرتك يعني هم سايبين الحريه كامله للكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن ان هم يختار اعضاء الجهاز بالكامل. يعني طبعا كابتن محمد اسم كبير، وطبعا هو يعني اضافه لاي مكان، لكن يعني لغايه دلوقتي مفيش حاجه يعني ان هو يكمل مع المنتخب. لا خلاص، يعني انا عارفه ان المعلومه اللي عندي ان هو يعني تقدم باعتذار، وزي ما قلت لك كابتن حسام هو هيختار اعضاء الجهاز المعاون ليه بالكامل، ويتم التنسيق مع اتحاد الكره خلال الساعات، والاعلان خلال يعني بكره او بعد ان شاء الله عن باقي افراد الجهاز المعاون للكابتن حسام محمد. طيب، عرفنا برضو كواليس يعني فسخ عقد فيتوريا، خلاص فيتوريا رحل، لكن الكواليس الناس كلها بتتكلم في بنود العقد، خد الشرط الجزائي ما خدش الشرط الجزائي، هيتقسط، كل الامور دي يا استاذ محمد. يعني كابتن، هو لغايه دلوقتي المفروض ان الشرط الجزائي ثلاث شهور، وده امر طبيعي يعني في معظم العقود مع المدربين الاجانب. لكن في محاولات من اتحاد الكوره يعني مع مستر روزوري او المحامي الخاص بيه ووكيله ان هو يتم يعني تخفيض الشرط الجزائي من ثلاث شهور، يعني ممكن يبقى شهرين او شهر ونص. يعني في محاولات لغايه دلوقتي، وفي مفاوضات ومشاورات مع الجهاز مع المحامي الخاص بمصر روي فيتوريا، وان شاء الله يعني في حاجات ثانيه هتحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني تبقى حاجه كويسه. لكن خلاص الجهاز اتحاد الكره وجه الشكر لمصر روي فيتوريا وكلمه في التليفون وشكروا على الفتره اللي فاتت، ويعني انا كنت موجود معاهم الحقيقه في بطولة كابتن في كتب وار، يعني في حاجات سوء حظ وفي حاجات اصابات غريبه كانت بتحصل في اوقات غريبه، لكن خلاص اللي حصل خلاص انتهى. فان شاء الله يعني يبقى يتم الخروج بشكل كويس بين الطرفين الفتره اللي جايه. هو لسه موجود في مصر مستر فيتوريا، وهيغادر خلال ساعات للبرتغال. لكن زي ما قلت لحضرتك الشرط الجزائي ثلاث شهور، ان في بعض الناس قالوا ان هو بعد 15 يوم مش عارف هياخد عقد ولا اربع سنين كام، مش حاجه من دي، هو ثلاث شهور بس شرط جزائي. وفي زي ما قلت لحضرتك في محاولات ان هو يتم تخفيضها، وان شاء الله يعني اتمنى ان الطرفين يوصلوا لحل يبقى خروج بشكل كويس يا كابتن حسام ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. زي ما وضح وقال استاذ محمد مراد، خلاص كابتن محمد يوسف اعتذر. من يومين تم الاعلان ان كابتن محمد يوسف مدرب عام قبل المهمه في وقت